السلام عليكم. نقدم لكم برودكت جديد من شركه كاسل الالمانيه، من شركه هو الوكيل تبعها شركه بن موسى الدلي. هذا المنتج هو كنايه عن محطه رفع مياه مبتذله، او اللي بنسميه عاده البياره الموجوده عندنا في الحوش. هذه ممكن تندفن كليا تحت الارض، يعني انت مش هتشوف منها الا الكفر فقط. هذا الكفر ممكن تطلع عليه حتى كفر السياره، ما عندكش اي مشكله. ميزات هذا الجهاز انه هو غرفة كاملة متكاملة بدون أي تلحيم. في عنده أوبشنز إنك تخش عليه بالمواسير، مثلاً افتراضاً هذه الماسورة، حنفرجيكم عدد كونكشنز. افتراضاً أنا أبي الماسورة حقتي تيجي زي كذا، هذا الكونكشن يجي جزء من الباكج، مثلاً ندخل عليه من هنا، ندخل عليه هنا، ندخل عليه من ناحية ثانية، عدد أوبشنز للدخول إلى لدخول مواسيرنا للصرف الصحي. نحن عملنا قطع كامل بشكل انه نفاجئكم شو الموجود داخل السفاري، داخل الليفتنج ستيشن. هذه الليفتنج ستيشن تيجي زي ما قلنا، تيجي كامله متكمله مع الكنترول بانل حقها، تيجي كامله مع الجاسكتس. بمعنى اخر هذا القطع حيفاجئك من هنا سماكه الحرف او سماكه الكونتينر، بشكل انه انت قادر تدفنه مباشره في الارض بدون اي خرسانات، او اذا عندك خرسانه قائمه، غرفه تفتيش قائمه على تسبب لك مشاكل بسبب الريحه او بسبب المشاكل. هذه المضخه كامله متكامله، فيها ثلاث ليفلات. لو شفنا هنا فيها ليفل الارم، ليفل تشغيل للمضخه الاولى، وليفل تشغيل للمضخه الثانيه. فيها بشكل داخلي حنشوف كيف كمان سهوله الوصول اليها. في عندها ثلاثه سكروز، تلاقي هذه السكروز تطلع معك بشكل سهل، بشكل سهل جدا. هذا السكرو طلع هنا، في ربر طبعا عشان ما يكون في عندنا اي روايح. وبطبيعه الحال مش عايز اي تولز نهائيا. انا حوريكم، في عندي كليك كليك، طلعت المضخه اللي عندي برا، عملت لها مينتنس. ارجع لو ابغى اردها جوا بشكل كمان سهل جدا. انا ممكن ادخل المضخه الى مكانها واعيد تركيبها بشكل سهل، كليك واحده انتهى الموضوع. اوكي، ارجع اعيد الغطاء الى مكانه واعمل سكرو، ما في اي مشكله لاي ريحه او لاي حشرات او اي عوالم. نتكلم شويه عن كنترول بانل. هذا الكنترول بانل ممكن تشتغل يدوي المضخه الاولى، ممكن تشتغل يدوي المضخه الثانيه، يعطيك الارم، يعطيك الليفل. اوكي، هذه المضخه 220 فولت، يجي فيها رداد عدم رجوع، وزي ما قلنا يجي فيها المضخات هذه اللي هي مضخات تناسب المياه المبتذله حقت اكرمك الله حق الحمام. فهذا المنتج جديد موجود عند كاسل، وجاست المره الاخيره هذه المضخه ممكن تدفنها مباشره في الارض بدون اي خرسانه او اي غرفه، هي نفسها هي غرفه التفتيش او البياره. شكرا لكم.